أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا قال لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلال الله الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل
لمن السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما
الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن غفور رحيم ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل
إسماعيل وإسحاق الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل بل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
صدق الله العظيم. الفاتحة.